اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى سنثبت لكم أن علماء الشيعة يكذبون، يدجلون على عوامهم. خرج علينا المعمم هادي الربيعي في إحدى المقاطع التي سنراها الآن وهو زاعما أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يدخل الجنة إلا بإذن فاطمة، عياذا بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدخل الجنة يوم القيامة إلا بعد أن يستأذن من فاطمة. يذهب لفاطمة يقول: يا فاطمة أريد أدخل الجنة، استغفر الله، فتأذن فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. لا يدخل الجنة إنسان إلا برضا وأمر وإذن من فاطمة عليه السلام. وعدنا الدلائل كثير على أنه يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة إلا بإذن فاطمة. فاطمة تأذن للنبي صلى الله عليه وآله بالدخول إلى الجنة فيدخل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقطع الثاني الذي معنا، كما رأيت المقطع هذا لا يستطيع أحد دخول الجنة إلا بإذن وأمر من فاطمة. المقطع الثاني الذي سنراه الآن لنفس المعمم في حسينية أخرى بعد أن قبض عليه وهو يكذب، يقول: لا يستطيع أحد أن يدخل الجنة يوم القيامة حتى الأنبياء إلا بإذن وأمر فاطمة. لا، هذه المرة يقول: إلا بإذن الحسين. يوم القيامة يقف الإمام الحسين على باب الجنة وباب النار، يدخل من يدخل ويخرج من يخرج. واعلموا ان الامام الحسين عليه السلام لا يدخلون الانبياء الا باذنه، عدا ابن الحسين لا يدخلون الانبياء بالجنة. عن فضائل ابا عبد الله الحسين. يعني نصدق المقطع الأول الذي يقول لا يستطيع أحد دخول الجنة إلا بإذن فاطمة، ولا المقطع الثاني الذي يقول لا يستطيع أحد دخول الجنة إلا بإذن الحسين؟ أين أنتم يا عقلاء الشيعة؟